يوم الاثنين 25 ايلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس لفتره 3 ايام ورا بعضها. الاجواء رح بتكون حلوه لمواليد الابراج الناريه، يعني عم نحكي عن مواليد برج القوس، الحمل، وايضا لمواليد برج الاسد. كيف رح بتكون ابراجنا اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل هيدا نهار نوعا ما بيحمل لك نوع من سلام، نوع من مصالحه، نوع من تسويه، الحكي اللي كنت عم تحكيه او المشاكل او الخلافات والخناقات اللي صار باليومين اللي مرقوا، على الارجح اليوم في إلها حليه، وعلى الارجح اليوم في اخبار ساره. الاكثر حظا رح بتكون مواليد اذار مارس 12 13 نيسان. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور لازم تعرف انه بهالفتره من السنه دخل مولود برج الثور اللي الى مرحله التنفيذ، الى مرحله المساومات، الى مرحله الشغل، لكن الشغل التنفيذي مش التحضيري. اليوم تحديدا مولود برج الثور يبدو وكانه عم ببلش شغل، مدرسه، جامعه، او يبدو وكانه في عنده معاملات مهمه، دسمه، غنيه، عم يشتغل عليها، وهنالك متابعه مع اشخاص اختصاصيين، اشخاص اهل القانون او بالمصارف. يبدو وكانه في شغل كثير عند مولود برج الثور، لكن الجو منه سلبي على الاطلاق. الاوفر حظا 26 27 و28 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء هيدا نهار في احتمال انه بهالثلاث ايام، مش بس اليوم، انك تكون شوي عصبي، يعني انفعالي، ولكن لازم تعرف انه عصبيتك وانفعاليتك مش بمحلها، بدك تطول بالك حتى لو حسيت انه الناس عم تستفزك. الجو اليوم بيحمل طاقه كثير كبيره، وفيها هيدي الطاقه يلي مفكرها انت سلبيه تتحول الى ايجابيه، تكون ايجابيه، وينتهي هيدا النهار او هالثلاث ايام بتوقيع على عقد او ارتباط كثير مهم. بتبقى مواليد 18 19 و20 حزيران يونيو الاكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان هيدا نهار بتشعر فيه انه كل الشغل فوق راسك، انت اللي بدك تنفذ كل شيء، انت اللي عم تركض، انت اللي عم تشتغل، ويمكن حاسس شوي بتعب جسدي او يمكن تعب صحي. والسبب على الارجح يعود الى مساله عائليه او شخصيه. حاول تلاقي فتره بهالنهار لحتى ترتاح نتفي وتشحن ذاتك بطاقة إيجابية. الأكثر حظا 20 و21 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد تعتبر أنت من الأبراج القوية المحظوظة واللي فعلا قادرة أنه تعمل فرق بحياتها. اليوم هو نهار ممتاز من أكثر الأيام حظا بشهر أيلول سبتمبر. نهار بيحمل خبر سار، بيحمل زيارة حلوة، بيحمل يمكن تسوية منك ناطرة. حاول بهذا النهار أنك تشتغل على عدة أصعدة، لأنه على الأرجح رح بتكون النتيجة ممتازة، بل أكثر من ممتازة. والأكثر حظا هي مواليد شهر تموز يوليو بالإضافة ل 15 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء حاول تعرف مولود برج العذراء أنه في اهتمام بده ينصب اليوم على قصص بتخصك أنت، وكأنه حان الوقت لمولود برج العذراء يركز على حاله. كنت عم تشتغل على أمور بالنسبة لإلك يمكن منا صح سطحيه، مهمه، مثل وراء، مثل شغل، مثل تظبط معاملات، يمكن عم بتصلح قصه بالمكتب. اليوم الوضع مختلف، اليوم مولود برج العذراء مطلوب منك انك توظف الطاقات الموجوده لإلك، لخدمتك، لتريحك، لتدلل حالك، وايضا يمكن يكون في بعض المصاريف العائليه. واذا كنت من مواليد 4 5 و6 ايلول سبتمبر، كون حذر، انتبه من السرعه ومن المجازفات. كمل مع برج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان بعتبر هيدا نهار ممتاز لحتى انت تكون فعلا عم بتدير حلقه معينه، حلقه تواصل، حلقه مفاوضات، عم بتدير ورشه عمل، عم تشتغل، عم تقدم امتحانات، عم تحكي، عم تتواصل مع الاخرين. الجو ممتاز لمولود برج الميزان ايضا لحتى ينقل من مكان الى اخر، ينقل مكتب، ينقل ايضا مكان دراسي. الجو ممتاز لا سيما لمواليد 20 و21 اكتوبر. كمل مع برج العقرب.
بالنسبة لبرج العقرب أول شيء بدأ تكون واضح بكل شيء عم تعمله، خاصة بالمصروف اللي أنت عم تصرفه، بدأ تكون واضح أيضا بكل ورقة بتقدمها، بدك تنتبه لأنه هالورقة اللي عم بتقدمها، هالعمل اللي عم بتقدمه في نتيجة، في كأنه امتحان وكأنه في أشخاص عم بيقيموه، وحتى لو منا هي تقييم لكن بطريقة غير مباشرة رح بتكون تقييم لإلك، فانتبه لهالنقطة هاي. أيضا انتبه على أموالك ومقتنياتك اليوم. بتضل مواليد 23 و24 أكتوبر هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس بعتبر هيدا انهار بمثابة إشارة إيجابية لإلك لتعلن فكرة، مشروع، أو انتهاء مرحلة وانتقال إلى مرحلة أخرى. نهار ممتاز وتستمر هالإيجابيات لفترة 3 أيام، يعني وكأنه في احتفالات، الاحتفالات تستمر 3 أيام، 3 أيام ممتازين أنت بأمس الحاجة لألون. وبتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا اليوم هي مواليد نوفمبر. بكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي بعتبر هيدا نهار متعب شوي، هيدا نهار بيخلي مولود برج الجدي يبعد عن العجقة والضجة والمواعيد، ويمكن يلغي موعد أو يمكن يلتغى موعد من دون ما أنت تقرر على ذلك. هيدا نهار مخيب شوي للأمال، نهار متعب، انتبه على سمعتك، أي عمل بدك تقدمه بده يكون ممتاز. بتبقى المواليد اللي عندها حظ أكثر من غيرها 28 و29 كانون الأول ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو نهار فعلا هو نهار ممتاز لحتى تفرح، لحتى تنبسط، لحتى تغير جو، لحتى تحط ايدك بايد الاخرين، لحتى تبين باحلى حلة، لحتى تطل باحلى طلة، لحتى تنافس وتشارك وتعلن صوتك وتنضم الى مجموعة. هذا نهار ممتاز لمولود برج الدلو، وبعتبره من الايام يلي فينا نقول ندرجه ونحطه تحت قائمة الأيام الإيجابية والأكثر إيجابية، خاصة إذا كنت من مواليد 16 و17 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم نهار ما فيك تتركه يمرق هيك مرور الكرام وتقول يلا معليش، شغلك ما لازم يكون معليش، اليوم ممنوع الاستخفاف بنوعية عملك وأدائك، يمكن أنت ما عندك شيء، اليوم أنت بإجازة لكن فجأة بتضطر بتحس أنه لازم تركض، لازم تكون جاهز لحتى تساعد، لحتى تعطي، لحتى تخدم حدا، حدا من أهلك، حدا بشغلك، يمكن نهار إجازة بدقوا لك اليوم تفضل على الشغل في أمر طارئ، وبالتالي ضروري تكون جاهز. اليوم التذمر ممنوع، وكون حذر خاصة إذا كنت مواليد 2 3 و4 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة فيها حركة كتير، حركة كتير حلوة، بناءة إيجابية فعالة، وبتغير الأمور عندك. هيدي السنة ما رح تكون أنت قاعد بنفس المطرح، رح تتغير فيها الديناميكية، الوتيرة، ونوعية الشغل والأسلوب، وحتى الأصحاب رح يتغيروا، مكان الشغل، العمل والدراسة كمان احتمال أنه يصير فيهم تغيير. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. ما تنسوا شغلة كتير مهمة بالحياة، انه الانسان بيتعلم من اخطائه، ومع تعلمنا بالخبرة بالحياة هي اللي بتخلينا نسلك الطرق الصعبة بنجاح، على امل انه كل طلابنا يبلشوا سنتهم الدراسية بنجاح. هلا احنا وياكم نهارنا بعد هالبريك مع ريوى الاطرش، على صحة السلامة واسئلتكم المباشرة.